بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج والمسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. وكسى بسنية الذكر ذكري إلهي والله حسن سبحانه، والدعاء يا الله الله بريه، والتوبة توبة كنكي والله الله نقض الدنبي قال الله أبتو، والاستغفار دم يدافع إلهي لو يديستو. باب الحث على ذكر الله تعالى. على سكوب ورنا يا إلهي ذكر جيس سبحانه وتعالى يا حسدي سئن لبضية. باب كان يا كتاب كان ذكر يا الدعاء يا توبة يا استغفار تكاه هذا العيا ونقبل رجنا يا رياض الجنة بيره جنة حلو بها هي هي إن عم بيرتا جنة داغنو دقاه إننا آفر روين ده إننا فر قلبي غانا أوه إلي يو عو أرقاس وكو سابسي هي عشرة نصوص سعودة بل قف والبو وحا لقاه اللي دون عاو ملك لها لأذن نفتا هذا اللأت وسادو قفا إذا يسلني يتفلك يتقل اسكو دياري إلهي ذكر يسا يا حسيد ديسا أما قرآن كريم كل آخريو أما التسبيح دا أما التحميد دا أما التهريش يا لا إله إلا الله أما التكبير تا يوحي اللامده أذكار الله إلهي نوفو ذي عرب كاون صوم مرة وحشر ديوه الله شر ديار عيسى جيرنا ويسقب إيو meel loo aadi iyo dhaqaale loo bixiyay iyo midna baa loo shardinaynin in la badiyo iyo ajirka lagu helayo jannada lagu galo. arrimahaasi runtii waxa weeye qofka inuu siiraado ha ka qadin magaca jiriye in la badiyo. wadhkurullaha kathiira lacallakum tuflixuun wadhaakiriina allaha kathiira wadhaakiraat يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. مركي ذكر لغا هذا الآيو كثير أيها الراعية بضن 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 وحقفكو إلهي يقول له هذا وحا وقيم بضن ويا ذكرها صدق الله بحيو إيو جهاد حتى لجهاد وحكفا لبضن ذكر إلهي سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني والزهير بن حرب أبو خيثمة واللفظ لقتيبة قال وحجر أذن حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح السمان ذكوان أو عبد الله ذكوان ذكوان بالي أبو صالحا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحجري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحجري يقول الله عز وجل إلهي وحولي هي حديث القدس وي أنا أنيق عند ظن عبدي أدون كيغا مليس أكتيسون بانا هي بيارغو إيما ليسنا يو سوى أدون كيغا إيما ليستو هدو بالدلالة أيو استغفار دو ويديستو إن أن أرى في هدو إما ليستو طوبت كين هدو يهيو طوالي ما دين لغا أقبالي دعا هدو دعيستو إن لغا أقبالي إنو إرجيو وحا أولا إيمانا إن لغا أقبالي إرجيو نيد داس إيا ملاحاسي أيان أريد أولا تاقنا هيا ونأكا أقبالي
أي كان دعانا تأسيس حديث كي الترمذي وصوص عراك النبي يقول عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إلهي بريا إذن كو يقيسان إننا أجيب الدور أنا أقبل الدور مركا أنا عند ظن عبدي بي وحضون كي يقام لا يستانوها ياوي ومركا الدلالة يصد خير يوددي هيسوي لكن قفك أصابه معسيية دنبي يحماني فجور نحضة بارنا اليوم إنه إله هذا ملونا أكثر بإلهي كقبايو وحونا أكثر من كفي لنا أيام تاسو عجز يجهل ويانو والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني قفك إنتو دنبي ينفتي سهوذ الرعيي وحو البو حمانة دردري حدنا إلهي يردي لونا أكثر ملونا أكثر من ملايسان أيام كاوركي سلقو مجيرو يقفك الددالة يوحال الربا إن دذالك إلهي كأقبل إنه يدك الشضر قنوط إيو مارتي قنوط إيو بقوصد إيو ياسي أون الله إيمانين قف كي دذالة يوي كي حوان دا كجرنا عبسيدا مكري إلهي نكبقى الربا وطوبات كيرو هدو أصابه دنبي كجر الرجان قبائي إلهي هذا مرجئ بونقان أيها وحاسو دنبي يقررين إيو تما ششري على قطمان أيو الله عاصنا وحاسو دنبي وحوار كيران وحبابا أنا قصو قاده إنه مكري إلهي عقابتي سيبو آمن كالنقضي كان خطر بكسوين وانا اني قبو يري الهي سبحانه معه ادونك سمعي سانهي معيدي خاص كيد ويان وبالنصر والتأييد الهي وحليه معي سانهي حين قرتي بان معي ساهي يذكرني وحصاي حين لقى ذكرك الله كجرت معية الله بازلتها سبحانه وتعالى قفك الهي معي ساه هذانا والليباني والدفاعية وقاشا حمام رمو قاشا كساريا حرسي بكجرا يحرسي حرب بكجرا حين يذكر المركب وحصاي معي سانهي شيطان ربما كعرّي وسواس ربما كفّ وجانعي قلبي إذا قلقي إيو مرقت كجرت ربما بحيسة رحماتك إيو نفحاتك الله حق إذا كتي ما أدري إذا كدة إذا حين يذكرني إن ذكرني هضو يحص في نفسه نفتي سهضو يحص سو كليجية أو خالئة هضو يحص في نفسه داسي وذكري قلبي أها قلبي بيروح حصيبة آياتك وتفكرا يكون كإلهي سبحانه وتعالى إيا ذكري قاسي وقلبي كشيغا ينتبع في نفسي ويسوء قليسام ما هي خاليا نسوء كليقيا ولكن ذلك أن لجوغن حضوي حسو ذكرته وأن حسي في نفسي أنا النفس طيب أن حسو أياب لي سبحانه وتعالى أنا حسايا ونحريصة علي الرحمة ديسي وحسي ديسي أي قفك أسكا هلايا فاذكروني أذكركم إله إليه يحسو وإن حسايا وإن ذكرني حضوي حسسه في ملايين جماعة لحظات أيو يقص هذا القاضي أو قرآن كي يذكره يخير كل لي مدوح يدد كل عجره ذكرته هو الحصى يا أبو ألا لي في ملايين جماعة هما يقو كوا يوحص ودا حصى كوا خير كخير بدن في ملايين هما يقو بخير كخير بدن من هم كوا يسقى ولحظات الجوري ملائكته أو كخير بدن بشر كا وهي الأنبياء يا الرسول يا رهين تعصوا مرك تاجين يا خلاف كوفل بدن الأنبياء يا ملائكته لكن انت كلا كخير بدن معايل انت كلا معصوم ما هو عصيان يدم بكدعه ملائكتنا لا يعصون الله ما امره الهي يحكمك بعصيان وان تقرب مني هدوي سو دوارا شبرا تاكو تقربت اليه ذراعا ردم بان سو دوادا شبر ولا قرنا يسولك يا فريرت انت ودعي زوي ذراعنا وشبرين لبا شبري لبا ردم لبا تاكو ايا ذراع لبا ردم كوا لبا تاكو وإن تقرب إلي ذراعا هدو إن ردنا إيسو مارة دواده تقربت منه وحانسو دوانا باع باعنا وذراعين لبا ذراع ويان وإن آتاني هدو إي ماذا يمشي صدى صعدة آتيته وحان أوي مانا يهرولة دق دق يارب أوي مانا سبحانه وتعالى ليه مارك إنت إلهي أجرسته لبا الله بكيدب إلهي كوزي أجرسته يا سبحانه وتعالى إنت هذا الله حسيسو أيو أضيه كبضان وكحسايا وكسوده وينا يا أو وناجي يا رحمة يا قرب إلى الله القرب إلى الله إلهي ودواشة سبحانه وتعالى عندية إلهي اكتسى ظهاني سبحانه وتعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن الخازم عن الأعمش بهذا الاستناد ولم يذكر وإن تقرب إليه ذراعا تقربت منه بعض من شيء راويا متابعة وطه قال حدثنا محمد بن الرافع نيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني قال حدثنا معمر بن راشد الأسدي أنا ما بين منبه قال هذا وركن يصحي فضني ما يلذي وحديثه حدثنا نوشك أبو هريرة
عن رسول الله ونوغا شيغا عليه السلام مركا صحيفتنا دوا سداسا اوغاو فذكر مكاسو و كسو شيغا كسو غوستي احاديث منها وعاكمه وقال رسول الله نبي عليه السلام ان الله قال الهي وحو يري اذا تلقاني عبدي اظنك هادو الى كل ما بشبر انت كدن هادو الى كل ما يسو دواده تلقيت بذراع انت لبلاب كيد بانا خير وناك سيرا يسو دوانيا واذا تلقاني هادو يسو دواده بذراع رد اندن تلقيته بباع باع برسو دوانيا باع وحويا لبدا غمدو لجيدو لك لجيدو ايا باع لي راسال يراد ايا باع لي راد مدول بابا قعد واذا تلقاني بباع هادو باع يسو دوادنا اتيته باسرع ان كدقدق بدن من او ايمانيا حدثنا حي مميه بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن يعني بن الزريع قال حدثنا الروح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن القاري عن ابي عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو يسير كي سعد في طريق مكه جدك مكه اي نبي كسفرايي او كل عمره يكل حج يكل جهاد على جدك انت بوك مري فمر وحمر النبي على جبل بور يقال له ليراد الجمدان بور بورها وضد كيا لكاميرا او جمدان مقعد اللي يرادو ايو نبو عليه الصلاة والسلام مري فقال وحجر السير وصعد هذا جمدان جمدان واكن بورت جمدان صعد سبق المفردون كوي كليوضي ايا هر مري ونقتمي ايو نبو عليه الصلاة والسلام قالوا وحيبه وما المفردون ما هيهن كوى مفردون تايا ايقعون وحا ايهيان وحكروا هيا بما انتو سنجرين ايه كهري نتكي كالو نكدوان هذي يا رسول الله رسول الله قال نبي حير الذاكرون الله كثيرا كو الرقى انبضا الهي حسو ايه والذاكرات قبلها انبضا الهي حسو ويان مفردون تا ايه قاسو حويان فريدون في نوعهم ايه وكلام لماركا ايه نتكي ويكل احذين ويكهرين كوي كلي ايه عم ذكر الهي اللي ايمانين اما دتكي هرين وناسنا ذكر ابنا ايه كهرين وكدن بيانو سيدو دو كلا ايه ادغمايانو ذكر وحسايان سيدا بورتا جمدان با اي كليغي بور ميل اسكا تاغان او تاهي وا بور اما هو ها لا اسكا تاغ ميل اسكا يال او بور بوري كلا كو خدنين ايا جمدان كو اها سداسو كو شباهي نبي عليه السلام مارتان بورتا ها ددك مفردون تلي يراها وا سداسو مفردون تلي يرادو اي عبادتا يا طاعه يا ذكر الاله لك لي نوقدي باب و خو سبسنيا في اسماء الله تعالى الهي اسماء ذي سا مغعياشي سا وأسماء الإلهي دمان طولنا صفاتنا ويحبار سيهين وفضل من قفل لكي أحصاها أسماء الإلهي كوبي حفظا كوبي معنا كوبي عملا كوبي أحصاها إنت ويسوق ليساي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان واللفظ لعمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إلهي النبي عليه السلام حجري لله إلهي بوصق ناري 99 اسماء سغالي سغاشا ملعب إلهي له ومن أحفظها قفك حفظية ودخل الجنة جنك قلائه يعني أسماء إلهي فرها بدا وحا كمرة 99 من جملة أسماء الله كمرة موصوف لغوت المامي بأن من حفظها غضب حفظها إنه دخل الجنة كوغلاي اسمها ذي هو فربضيين لكن سغالي سغاشا محاكمية غضب حفظها وجنة كوغلاي سأسوى معنى عديدك إما حسري إن إلهي اسمها ذي سؤال سغالي سغاشا بستاي معها اسمها ذي إلهي وليه سبحانه القرآن قال لغو الشيغي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لغو الشيغي انت كتبت حديث القرآن لغو الشيغي مويان إن كان ويجرتها إن كان ويجرتها وحسر ديي وحديث مرفوعه انتو سر ديي نبي أكل يا عليه السلام وصحيح على مجرته رواية الوليد بن مسلم يا غير أيا سر يا محواها سر ديي في سنن الترمذي وابن ماجه أيقونا وحبا لغا الشيغا سرد كودا حديث تاس وليبا وحا لغا الله يا إن اسما داس كسوا انقار كودنا أينا لسكوا فغزلين كوا بضانا لغا تغي مركا إلهي اسما دي سوى كبه أنت سغالي سغاشن سغالي سغاشن ويكبر أنت هاي بالدليل وحاو الدليل حديث عبد الله بن مسعود والنبي عليه السلام وكوري حديث مشهور كهاي كصعب سنة ما يفرج به الهمم الهمة عفوا الهم وحا همي يمروك تلوكر يا رب
همي يا مروقته يوم هو والبهاركة مركو كان لا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاس أحمد وصوصر يا غير باء ويرنبي عليه السلام قفك يرى هذا انتو والبهار يا مروق يا كرباء يا قبطه سيدا صوص عطا هذا كربذي سي همي سي الله وكري الله سبحانه وتعالى معي تاي يا آخر كرة يا آخر كرة دي واد شقدين واسع قدين شقدين والمقلاي يا سو ساري أنت هك سو يستاهلو آخر كرة ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتي ناصيتي بيدي ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله بارك فيك. سيدا واخريه ويان شغادن الشاهد وحويان وحلو جي اذا هدا كسو قادرين دعاء هرت الله حفظيه قفكي حفظيه همي جيسي والبهار كيسي كربيس الى في داية حديث صحيح حويان اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك قف خلقي هذا كبيره ذاتك ربي يقانان أو استأثرت به في علم الغيب عندك قال هذا لك النقطي علم الغيب كأكتاب أرى أذكر النقطي وحكى له أكبر أسنجرين بأ أنت شاكتي وحي يكسو دقاء عنهين أنت صوب مقعب إله كبر يا ياي قرآن كريم كوحاتك اللي اكتار ربيع قلوبنا قلبي قارن الرحميسي ربيعيسي دوغيسي برواقديسي يعني سيد الربيع يدوغ لو إن قبو صدوكري قرآن كقدك قلبي قارن مروك ترى الإله كز زوري وقرب الله هذا كوفي هل كان واحد كفاه ميسين الجيران أسماء إلهي أو واحد جرى يور الله يهلو سجيرين إيه قار وضد الضومها إلهي كم هذا كخصي سي إيه قار كتابك كل غصة ودتشي ولا وضد جران كره أنت بين الجيران شاكم بك سقالي سقاش هو كبر ذي هيرة حديثه وحلقه الله يا وحكم هذا سقالي سقاش لوجو جنة جري قف كحبيا إن لله لله 99 اسما سقال يا سقاش ما قابوا ليه من حفيدها بأن من حفيدها قف في حفظيها ودخل الجنة جنة ذاك وجلايو وإن الله إلهي وتر الله واحد ويان يحب وجعلها الوتر توحيد وجعلها إلهي هو وتر وحده هو لا شريك له واحد لو ذاك مجرته وحداني ليس في ذاته وأسمائه وصفاته قف الله مجرته سبحانه وتعالى يحب وجعلها الوتر توحيد كاسر وجعلها وتفسير لغو فسروي يحب الوتر وترك يترضى الاصدار ايو جعليه ولذلك وحبضار احكامته كامله يا وحبضار او حق كامله خلقك انت ترى وتر او اصدار اي كسوتها ترى وتر هل هو سيزال يير صدح با او بدا وتر هو صدح هو صلاته شويا ووتر نعم معلومه هو تضبا او وتر عرك هو تضبؤه وويتر لك واسده وكلا وويتر وتضبؤه إيان وويتر كاس أبذيهن وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها قفكي حفظيه لفظي وذي بكرك كقبتي معناه وذينا وافهمي وحي كهض الآيار يوحب برسيهن وكل نغمي كل نغم بلوبة هاي هاي هدي إلهي غفور ويهي دمي قاد قشك التوبات كان الله أقول نافيه رحمة إلهي سيده وكلا بركة صفاتك الله وعمل فلك بمقتضاها وعمل فلي حدثني محمد بن الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الراشد عن أيوب معمر بن الراشد عن أيوب بن أبي تميم عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله وحوصونا لتسعة وتسعة وتسعين سقالي سقاشا اسما من اسم مئة وابقل إلا واحدا هل موينه أو من حصاها سقالي سقاشا كاسو من حصاها قفك حفية ودخل الجنة جنة القلائل وزاد همام حزي هذه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه إله وتر وهي واحد يحب الوتر وترك وجعلها توحيدك يترضى يحسابها وترك باب سورة الفاتحة واتدواها يا ضوط باب العزم بالدعاء
العزم إن لقويه والرجاء أزم الله لا يمال مكدو عبك لدعي سنعي ولا يقول قفك يقول بين إنشيتا إله إنف إنشيتا هذا ضربته إله يعفي هذا ضربته هدهن إقويه رجالها كل سعوته قوصة ديرك وجريني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية إسماعيل عن قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن سويب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حير إذا دعا أحدكم أحد كلمك دعي سنعي فليعزم في الدعاء دعاء ذا هقويه يونا تعليقين وحكو حرين يعزم ها رجدا إيو إلهي قول درين توقول درين أيانا أيانا هر أقويو ويونا مارة شكي إيو أمل يقبل وإيو ونهن ولا يقول ونهن اللهم إن شيت هذا ربط فعديني إسيه فإنه لا مستكره له وحلا إكراها وخصبه مجرين وكاتل هذا إله هذا ربط إسيه يعني هذا الربنة هذا مشي هذا يدوري هذا إلى كل جرين هذا يعني نقول إسام مركا إنا إشتدي إلهي سبحانه وتعالى صبه أوه مشي يدي سواحك بحسب أي جيران إلهي مشي يدي سي خيار كيس يدوني دي سواحك بقصع ذان وإلهي خصبا يا ملها مشي يدي سواحان هنا وقصع عنا ملها مركا إلهي مركا وراه مشي يدي سواحك بقوة ضاية إن شيء تضحدهم سيدا أذيق عليه إلهي مشي يدي سمربون قصع عنا مربابا لغصب أذو الله كالي معناها سأل الذي دنيا هاي فإن الله ألا لا مستقر ألا وحق صبا يا ملها وحكا لو كجر تماشا اللهم إن شيء تفاعطيني داسي إنه بوحوين بأكتاله كأهين إنه إلهي وحصيه هو دم دافع قونا حريسته وحوين بأكتاله كماها إسه كامدوي هذا الضوطان إسيه هديك الله يزيلنا وكالي تاسر الله مرة به والقوف بريايا والله بريايا ودعو عيسان والرجاقبة عزمي يقو آنا قاتي إلهينا الدعاء دي سمارتي سي أذك دعو عيسان وقبري نقويا حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعمر بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعا أحدكم حتى دعو عيسان فلا يقلوا يرونهن اللهم اغفر لي إذا في شيء هذا ضربته ولكن ليعزم المسألة مسألة هنقو أنصده وليعظم الرغبة الرغبة لنا هو ينيسته الرجال هو ينيسته فإن الله إله لا يتعاظمه شيء شيكم هو ينادى أعداء أبحيه إله وحب أبحيكم هو ينادى وحكوين أو كعلص مجرت أو صعب كوها مجرت إلهي أموره سوء نمب إلهي بين الكافي والنون كن فيكون هو إيان مرك إلهي وحكو عسلان وكوين مبجرته دعاذنا عزمي أو قو رغبة يرجدنا وين يزوي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث هو ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجري لا يقول أن أحدكم ينادهن اللهم اغفر لي إذا في الله إن شئت أدارت اللهم ارحمني إن حارث إن شئت أدارت ساهدهن ليعزم المس في الدعاء دعاء رقبك هقو يقار هقار فإن الله إلهي سارع وحسمين ما شاء وحضون مروبا بشهيدي سوح قصبا لا مكره له مر لخصبا وحقصب كان مجرته باب كراهة تمني الموت موت كي يقيري ذا إنا تراثته أو بريضه أو تمني ذو لضر لأجل ضر لما تأدون ونزل به قفك قصة ودكتي لضر دنيوين لما تقصون على درته إنو يرى ذا إله إدل إله ودونك يقاب إلا الانتان ربا أضحى كدو عيسة صح ماها محيّر مركز تؤد نور شاي شانس إيا فرصة بالهيستاه وهذه نفتك أبا حدا أبن هلين عمرك أستير عبادة صوبان با إلهي اللي قبر يا خيركم من طال عمره وحصل عمله قفكي أو عمري سدير هذا من طال عمره قفكي عمري سدير وحصل عمره وحصل عمله عمل كيسان هو ناكسان هذا من طال عمره زمان وكاسر لا يتمرك أريد تسا أخير بذن من دال عمره وحسن عمله يا أخير بذن إن إلهي أمرت حياة ذا ذا سكاغد لغو ماذا الأجر يا ثواب يا آخر أقول دواته يا رضا أيا كوفي عن مرك إله إدل إيا قيري وحبها التمنين وهرات سنوي قارهان الدين وحد كعبار يسا أدون ويهي أدون كقيمه سواسك وبين يهي نبكي سيا رفاتك سواء لنا وحد لغا كبان دونه وقفك مومن كبك جنادة لقليه أول يرى الدنيا اللي بعثها مقصا مرتي ما يولي واحد بعثها ما كم ولا واحد مو يلبى يا ب واحد مو يلبى يا نعم طيب وفإن كان لابد هديته إلى مارما أوه فزما حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي الله يتمنى أن يون الرادين وتمنين ومشيرين وضارين وطلبين أحدكم أحد كير الموت الجيري لضر إب نزل به كل عدد جزء الدقي درتيز حرونك ما كبرت واجر ذي ما عبسي بابا هي سوء عليلي بكجرة ما فقر بابا هي ما كربية مروك بها لجيري عيل بها لجيري وحو رادين هيبو هواي وحو مارتك عرائي با كل عدد
وحاسو الرن لضر نزل به نبك سوق على درتيز جيري الرزنين والرجينين وحضل بن فإن كان لابد هدوس قف كل مارمان إلا وإلا متمنيا تمنينا يوم جيرنا يموت يا جيري فليقول هاي راضو اللهم أحييني إله إنه ما كانت الحياة أنت إن رشو خيرا خير لي إيتهي وتوفري أوفسو إذا كانت الوفاة جيري ذو مركي ترغطو خيرا لي مذي خيرا مركي نورش خير إيتهي إله أنت إن رشو خير إيتهي إنه لي جيري ذو مركي خير إيتهي او ان سين نو لاادو فيدن فيدن يا ديباتبا ان كلا كل مدين تيدي عبادته سي حماني انت عبادته وراسن تهي هدي خير انت ان انسان الهو يدلوي ساسد كدو عيسريسا الهو يدل ما دينت وخبا دين marka wa mid adduyada dibaatada ku dhacday laakiin culimada qaar baa waxay qabaan haduu qofkan dibka soo gaaray wax diintiisa ku saabsan oo uu ka baqayo fidna fi diinihi diintiisa inay fidna ka soo gaado iyo musiba fi diin musiba diinta xageeda uu ka baqo إنه يراد الله مقبضني غير مفتون أنا لا يفيدنا إله ويدل إنه يراده طاوة بنانتا هاي علماء بذان وأجل الله محدثين إيا غير بقى أي تمنية وصدار كل انتهي أي ليه حدثنا ابن أبي خلف حدثنا الروح بن عبادة حدثنا شعبة بن حجاج حاو حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان عفان بن مسلم السفار قال حدثنا حماد يعني من سلامة بن دينار كلاهما عن ثابت بن ناصر معنا نسبي المالك عن النبي بنثله غير أنه قال من ضر ضر يا دباتا سبا كو دحدي درتيت يونمود يا غيري وراسين او دلبرو برين قال حدثنا حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عاصم بن ابي سليمان عاصم بن كل جنبي عاصم عاصم بن ابي سليمان زبن عن النضر بن انس وانس يومئذ حي نكل الى عاصم وكور يا النضر بن انس أنس بن مالك بن النضر يراد أنس نضر بن أنس بن مالك بن النضر هو اسم الله ما دري وأنس أنس مركه وعاصم ورمايو يومئذ ما أنت حي ونولي أبي النول بو مركه حديث لا تقول شيء يا واقنا يا أمو شيء يا قال أنس وحجري لولا أنس بو مركه كورنا قال أنس بو حجري لولا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حضون الرسول كإلهي قال بهم لا يتمنين يون التمنين أون الرسالة ما طلب أحدكم أحدكين الموت جيري لتمنيت وأن تمنين لها بي أو أن مجرى الله وأن دون لها إن قتل إياه قاضي هذا الكلام بقى دين عليه الصلاة والسلام مرق الدماء ودقوبة عمره يسير أبو قرصة رجاني أما كل دواء هذا أما في تنتي حجاج بن يوسف يبني أمية حال ما هاسي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا وحنقل على خباب خباب ابن أردت وقد اكتوى سوى اسقوى سبع كيات تضبط دب سوى اسقوى نفتة في فذر علاشة علاشة اسقوى تضبط دب اسقوى نفتة حنون درتي جره يسأل وحنون صنع مركزو دينا دب اسقوى الدالي دب كورا سيدي سوى وآخر دواء وحاقود دم بي مركز وحكا لسقوى دينا وحكا سوى يدو مركز دب كالي يسأل اسقوى كرتاي لكن لقمت دك دكو تضبط دب اسقوى نفتة فقال وحجري مركي الله قال الله بغضي لو ما أن الرسول الله حضور الرسول عليه السلام نهانا نهين أن ندعو بالموت جيرينا إلهي كبرنا لدعوت به إلهي وحن كبر إلى جيري دمشق لكن النبي قال نودي ذوي الجيري حبرينا حل جيري إيمان دون تاي أباه رسلن إلهي سبحانه وتعالى أنت أدمرش هاي فرصته كسية كفا يديسو ويحن نبا كسية قارنا ودم بالدافوي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ووكيحة حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر حاء وحدثنا محمد بن الرافع حدثنا أبو أصحاب كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد قال حدثنا محمد بن الرافع النيسابوري حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني أخبرنا معمر هو بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجري لا يتمنى أحدكم الموت أحد ذيك أنا من يون الموت يا جيري ونطلب أو نتمنين أو كبر يوتمين أو كدو عيسان ولا يدعو بيون كدو عيسان من قبل أن ياتيه انتو نقوي معنا وحبيون دقدقين إنه إذا مات هضور انت أحدكم أحدكين انقضى عمله عمل كي سيبا قاي مالك جيري واحد كبر يوتمتو ما واهابا وضعت بطو وقت قادي عمري قادي دور رماض رماتو عمل كادي باستاقايا عمل كادي باستاقي مالك دينا على غفير يا مالك إنا نولا طعب الاستاق أغسل في عم لماذا إننا منا إذا ولا صاحب رها إذا هجروا ذي سنة كله الرئي أولى متكه الرئي جهاد وكل انتهى الشهيد ذي كذا بسنة كذب هذول انتهى
وحال أركي كي دبوا جنة كهر ريو كده لجس الريا نبيك هدين لو يديو لي رواز كي شهيد كاي عبادة كهر ري يا ولا كهر مراي سو سنة دان عبادة سنين من بير سنة دان يو صلاة يو صوم يو عبادة يو طاعة يو خير ودي كارا وقبر يو كجرى وعمل كيسي لحمي يو لجوجيه مركا حويان عمرك الدير يو عبادة صوبا نصيب ويان وإنه لا يزيد المؤمن وفق مؤمنك ما الزيادة عمره عمر يسا إلا خير من بو الزيادة وفق مؤمنك عمر يسا خير بو الزيادة وفق الزيادة سكاشا قارا إنت عبادة سنة يجيسا دنجر كل انتي وعمل كيسي عبادة سالك لغو جوجيه اسكو أجر يسكو ثواب ما بابا وحكوسا بسجل من أحب قفك جعل هذا لقاء الله إلهي لكل كيسا أحب الله إلهي نواج جعلانا يا لقاءه لكل كيسا ومن كره منك نعى لقاء الله إلهي لكل كيسا كره الله إلهي نوا نعيا لقاءه لكل كيس تفسير كيدنا وصوص على أرقا وحل قوض حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا قتادة بن الدعام عن أنس بن مالك البشر عن عبادة بن صامت الأنساري رضي الله عنه وأرضاه أحد النقباء أن النبي الله نبي إلهي صلى الله عليه وسلم قال أبو حوير من أحب قفك جعل هذا لقاء الله إلهي لكل كيسة وإلهي وحال الله كل مركة الله بنتهم ما إلهي لله كل مية أحب الله وإلهي نبو حوير جعلان لقاء لكل كيسة قفك إلهي إنه لكل مجعل هذا إلهي إنه لكل مجعلان هيا وقفك إلهي إنه لكل م... دار الآخرة إيا قيريد إيا دمشدي حل قاسي نفتك أبا حيث الرجياء وناقي ساركا قفك هذا وحاوي وقف مؤمن أولي إلهي لو أجعلي ومن كره قفك سنع لقاء الله إله لكل انكيس وأقهد وحو سمي يوسوقي هاي كره الله إلهنا ونعي لقاءه لكل انكيس سمضي الببالغة صحرمية حدثنا محمد بن مثنى والمشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك بن مغلو يحدثه والرمي عن عبادة بن سامد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير من أحب قفك جعل هذا لقاء الله إلهي لكل انكيس أحب الله إلهي وحو جعل هذا لقاء لكل انكيس ومن كره قفك نعى لقاء الله إلهي لكل انكيس نعى كره الله إلهي لو نعى لقاء لكل انكيس سهد النبي يرى صحابة إشكال باق علي محال لك وضع لما شدي أمبا إلهي ولكل مية متاسع فقلت وحاني لبيت العائشة يا نبي الله نبي الله أكرهية الموت ما موت كأي جيريد أن عيد الله معايا كل هذه مركي دي بشرة كدب من ربي الله قول مي جيريد أي نار دحيز أنا جي ربي الله كلن كأنجي من عيد أن موت كأي جيريد نعينا قفل بوان عاي فكلنا لما أنت ودنا كره الموت موت كوان نعينا حلق سكرات كمويينا انت كره سكرات مركي اللي قاري لك والك الله بعيه فقال ربي حوي ليس كذلك سيدا أفهمتي ماها جيريد أي موت كأي ماها وحلقها الله ينعيد ينعيد لعام ولكن المؤمن قفك مؤمنك إذا بشر مركي الله بشارة برحمة الله إلهي نحريسي سوا قرمة سكرات كبركو هيا إندها تاغا أيو أي الله بشارنا أيو قعنت الله هادين أيو ملايك تدرك على العدوى ذاتي ودقونك يا برافونك وذاتي كفنك هيستي سوى وين تيسيب الله تصايا مركاس والردواني إلهي رديس مركي الله بشارة وجنتي جنتي سالله بشارة أيو أدون من قلال كيزي ديب كيزي الرفات كيزي صدى فبرواغة الإمام بألاليهي مركا أحب أوحوج على رأي أعضانك لقاء الله إلهي لكل كيس على رأي فأحب الله إلهينا وحوج على لقاءه لكل كيس البابي سبب الله فرأي ولا سود ويني وإن الكافر قال يا منافق إذا بشر مركي الله بشارة بعذاب الله عذاب كيس مركي إلهي عذاب كيس الله بشارة مركي نفتح يسوى قد قال يسوى إنه عضينا أي عذاب كلا تزي وسخذ عرض إلهي مركي الله بشارة صباح عليه هاي النبي يا خبيث ذا العرض باكو قد عضي كريها وحنا عيا لقاء الله إلهي لكل إنك زي النفط لا يقاضه وحق الله ما رت النفط لا قاضه أيو نعيا عذاب كاسو كعرى وكعب صرايا شركي كيف يسكت إذا النفط إنك دبا والله وطه يسكت برا مرتو ولا سو جيدا يا وكره الله إلهي وحنا عيا لقاء ولا كل إنكيس إلهي لكل إنكيس ونعيا وحورا يا بنتي إلهي مرة سبحانه حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسلم عن زكريا بن أبي زايد عن الشعب عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجر من أحب اللقاء الله قفك إلهي لكل كيس جعل الله أحب الله لقاءه إلهي لكل كيس جعل الله ومن كره لقاء الله قفك إلهي لكل كيس معانا كره الله لقاءه والموت موت كنا قبل لقاء الله موت كاسي إلهي لكل كيس كور ويانا موت كهذا وحلقه هذا لا يماها إيه لقاء الله إذا وبرك موتك ونباضه
نفط قفك قصي زعوتو مركا ويا مركا لقاها ضلايو يددكو كلابا عيان مدبحو مركاز نفط يكبع عيزو اي واحد بالله تصو جنديسي صور نقه ولو يدخترها الله كير حتى مربو إنو أدونكو صور نقضو عبصدر نايزا وحاويان مقال كينية ميشان قلينا نور لوهين كل صور ندربا نايزا لكن حين لقاس كونفان بالاسين ايا وطا جنادا دوليه قرق عمال كجرتين دوبادا قزم ايزنا كان الدهب كان لقوبة دلي حور العين تالي برواقة دالي البابي جنادا واطن محقوفة لمركة الدنيا وابقفلة دلعزيه مركز ويبركو ليه نفتح ليه قابو ونحش كي سأولا يقدموني قدموني سوى قبل الغسي وضع إيه دخزة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ومن كره لقاء الله كره الله ولقاء الموت قبل لقائه حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي حدثنا الزكريا عن عامر بن شرحبيل الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي حدثنا شرح بن هاني عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا معبثر عن مطرف عن عامر الشعبي عن شريح بن هاني عن ابي هريره قال ابو هريره وحير قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبي وحير من احب قفك جعل هذا لقاء الله الله لكل انجيزا احب الله الهنا وحو جعل لقاء لكل انجيزا ومن كره قفك نعى لقاء الله يا لكل انجيزا كره الله الهنا وحو نعى لقاء لكل انجيزا قال فاتيت عائشه عائشان وماضي فقلت وحان كيري بوله شريح بصدايا عائشه وحان كيري يا ام المؤمنين مؤمنين تهويدي سمعت وحال مقل أبا هريرة ويذكره كورنا عن رسول النبي عليه السلام حديث فراه بن أبي هريرة أي قوك عبو يا بابا أسكسي دارة إصحابة ذكرة بقى زي رمو شاكي حديث الحديث إن كان كذلك سرو شاكي هديته فقد هلكنا وان هلك سني حديث كسو شاكي هدويه وان هلك سني فقال عائشة وحيتري إن الهالك قفك هلك سبي من وقفك هلك هلك سبي بقول الرسول الله هذا النبي قفكي كل هلاك سمي صلى الله عليه وسلم قفكي النبي هلاك أقري هذا النبي كل هلاك سمي ما هلاك سمي وما ذاك وحى أبو هريرة كما قال لي عبصالي كعبصالي سمحوه قال وحير أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير من حب قفكي جعل هذا لقاء الله إله إلا كل انكيس حب الله لقاءه إله إلا كل انكيس وجعلنا ومن كره قفكي نعى لقاء الله إله إلا كل انكيس كره الله إله إلا وحو نعايا لقاء إلا كل انكيس حديث كاسو أبو هريرة النبي كوري وليس منا أحد ساسول شرح ليس منا نجمنا أحد قف إلا وهو يكره الموت قف وبرق وحون عبية موت يجرب النعبية هذا يصير هاي مركا لما أنت أنا مجري هذا النعمة إلهنا هو النعبية اللي كون كان ساس ما كان قنا يسا وموت يجرب بكت المامي ينعيد الله نعايم فقال عائشة وحيت لقد قاله الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورك أبو هريرة كم قال شيء ورك النبي هو ينهرته صح وليس بالذي مناه دنا أي حاجة تذهب إليه حديثك لا هذا ماشى لا أدي معها إن عاد لا أدي يفهم كي تفسير كي بقى خلدرة وركوا ورنبي لكن تأويل كي تفسير كي بقى مقن ولكن إذا واك تفسير كي إذا شخص البصر أرجو مركو تاجمه أقف كنفتهيس إن هذا تاجم يار إيش يسمى الدونيس إيش يسمى كزال وزود ولا بده يس إيش هذا هو تاجم تاجس هذا تاجم إذا شخص البصر أرجو مركو تاجمه وحشر جسده حبط كنا ونفتوه ونفت هذا اللي عم يوصل عنه زنفتي سلوق له زي ما زي ما جرت سامي يوصي بني سامي وسامي يوصي عطاه حشرة ده صدره حبط كنا ونفتوه وشعر الجلد شر كنا وقبل نعياضه وقبح كون يستأجر تقبل نعيا يقبح أي كون يستأجر نفتي بالقول تاجا يا سكرات كبا هي أو كتاجن وتشنجت الأصابع فريهنا أي لابتان أروران فريهنا أي سكوا قال الله زمان حنون كدرتي أي سكوا اللامان فعند ذلك حل قاسي قفك وحبال الله تصعي آيه من أحب قفك يجعل هذا اللقاء الله إله لكل جيزة ملايكتي وناك سنيت ملايكة الرحمة إيا جندي إيا دارتي سي إيا كرامتي سي مركي الله بندقه مركا أحب الله إله بجعل هذا اللقاء لكل جيزة ومؤمنك ومن كره قفك سنع لقاء الله إله لكل جيزة أو أركا هوق يا هلاك عذاب يا فالحبا يا قرمون وحكه الرأي واركو كره الله إلى كره الله إلهنا وحون كره لقاء الله مكاس ونعيا كره الله إلهنا وحون نعي لقاء ولا كل جزء نعيا سلاس والتفسير كي معناها لو لجي ذو عائشة النبي أفسر عليه الصلاة والسلام وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد لله أخبرنا الجرير عن مضرب بهذا اللي سنعه عديد عبثر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وأبو كريب الهمداني قالوا وحيد حدثنا أبو أسامة محمد عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب قفك جعل هذا لقاء الله إله إلا كل كيس أحب الله لقاءه إلهنا لكل كيس وجعلنا ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه
باب فضل الذكر ذكرك فضل جيسا والدعاء الله باريكا والتقرب دواشا إلى الله لو قد دوال الدعاء إياب الله باري لو قد دوال يذكري فضلك لقيه لا يواكر. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني حدثنا وكيع بن الجراح بن أبي مليح عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجر إن الله يقول إلهي وحوليهي أنا عند ظن عبدي أدون كيما مليه سانهي بأنه إقام لا يستوار معه معي سانهي إذا دعاني مكوي بريهي إذا ذكرنا وسيوقان ذكرك يدعى عبادة لما أنتظ معية الله بالوهي لا إلهي دواشيه سبحانه يا الرحمة يا تأييدك يا قوشة يا قرقارك ربي أي الوهي لا. قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سليمان بن ضرخان هو التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي حجر قال الله عز وجل إله إبا حجر إذا تقرب عبدي أدونك يهدو يقصر لوالا مني شبرا تاكيندا عبادة إن تعلم تقربت منه ذراعا ردو مالو لوانا يا ولا تقرب مني ذراعا ردو نهدو يسو لوالا تقربت منه باع مالو لوانا يا أو بوعا وإذا أتاني يمشي سوى صعلا دوئي ما أتيته هرولة لحريسي يا رحمة يا رضيه يا وحي ولا يا خيرها يا رب دواجيزة انت سهلي. حدثنا محمد بن عبد الله على القيسي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن درخان بهذا الإسناد ولم يذكر مشيقين ومعتمر كان متابعين يا لنك هوري أبي كورنا يا متابعين يا لنك أبي كورنا ابن أبي عدقة معتمر كان متابعين يا سوى مولى الشيقين إذا أتاني يمشي أتيت هرولة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم محمد بن العلاء واللفظ لأبي كريم قال حدثنا أبو معاوية عن نعم سليمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحجري يقول الله عز وجل إله وحوليه أنا عند ظني عبدي أدونك مريه سان هدبه هيا وأنا أنا معه بانها حين قرته ويذكرني حصا معي سيمانها فإن ذكرني في نفسي نفسي زقوده إذا هدو سيقار قلبك إيقا حصا أما وحان لأركي إني أسودتك كلاين أركي لمغرين فذكرت وحصا في نفسي نفتي وإن ذكرني هدو حصا في ملايين جماعة نحضر ذكرت وحصا في ملايين خير منه جماعك خير بضل. هذا مر كان نبي الشيخ نبي عيسى عليه الصلاة والسلام صلى النبي عليه السلام هل وجد هذا هل وصل هذا لنا تشويجين إلى ترتيب هذا أجر هذا لقي سرا هذا نهوش الصيوت صلى الله عليه وآله وسلم حزوج ليس مركا حزوج ليس وإن ذكرني في ملا إن ذكرته في ملا خير منه وذكر الله ذكر بكم يا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن اقترب إلي شبرا هذو تاكيس ولا ولا تقربت إليه ذراع ما ولا وانا وإن اقترب إليه الذراع لتربت إليه باع وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمرو سليمان عن المعروف بن السويد عن أبي ذر الغفاري جند من جناد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير يقول الله عز وجل إلهي وحوليه من جاء بالحسنة قفك حسنا لي ماذا هل حسنا لي ماذا فله وحوليه عشر أمثالها طبعا كذا وكذا وأزيد ونكر لنا يايو إلى مئة ضعف إلى 700 ضعف ما لغير يتضمن الله ومن جاء بسيئة قفك حمان هل حمان لي ماذا فجزاؤه حمان تاسي أبال كيسة سيئة وأن حمان مثل هايض وكراه أو ما سأغفره وما سكرنا في باء هذا دم الله ما تأصره وكراه هل بلغو قرية لكن هذا حسن الله ما تيوناك فمن بقى أغير ولغو قرسين إخلاص كهذا يدهى هذا هي متابعة هذا حتى أنتوا عمل قصير في عيا هي مناسبة هي وقت هي مكانك فضرب قلبه بقاري إلى أضعاف كثيرة لا الله بفر بدن أي مرك قال قال الرأي لا يعلمه إلا الله إله ونقرنا سبحانه. أما سيئات سماها هل كذب الله ما هل كأمة الوجود ذي أولي مشيدة لا يكون جرت سبحانه وتعالى إنه كودا فبا أي دعك تدا أعمالك الله تما هذا أما شقارة لوجودا فبا أما طبعا كذب الجيسبة ومن تقرب مني قفك يسوع دوارا ومن تقرب مني شبرا تاقفك يسوع دوارا تقربت منه وحنا ود وانا ذراعا ردن ومن تقرب مني ذراعا قفك ردن يود يسوع دوارا تقربت منه باع مرود ومن أتاني مشي أتيته هرولة ومن لقيري بغراب الأرض أرض المجيدة خضية الدم بيقفك يقول كل ما أرض المجيدة الدم بيصوت إليه لا يشرك به شيئا لكن وحبي مولا جرايو موحد وإله كل عابد سبحانه لقيته بمثلها أرضا مجيدا وكلاه مغفرة من دافع ينصير ياو وتوبد الدولي ماري عماشي كالي صالحة كده بقية أما وحاوية بعد شفاعة الشافعين أما مشيد إلهي رحمة ورحمة الراحمين نحليست إلهي بقول عيسى. قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر حدثنا وكيع بهذا الحديث قال حدثنا أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن نعمش بهذا الإسناد نحو وغيره أنه قال فلو عشر أمثالها وأزيد طبعا الله بوليا موانوزي هذين بهذا هل حصل لي ماذا باب كراهة الدعاء إن إلهي الله بريو بتعجيل العقوبة عقوبة ينكوسه الدجية في الدنيا الدنيا ذا أو ماشي آخر
ذنبك انت لو اروري اخر لو عذاب لها الى الدنيا الهي كاغا جرى او عقوبات دونك انت كو رده ذنبك هذه ساس دهنا او كو بابو ان كو دعيسه لما اوغلو كراهيه لما اوغلو عفي عفي ما دي الهي ويديسه دمي داف كلا يمو رجد الهي قب لكن عذابك اخر الى ودوك ايكن سان اخر لو عذاب ارنت ايدا تبر لو ما هي حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا محمد بن ابي عدي عن حميد حميد الطويل ويان عن ثابت بن اسلم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاد الرجل ننبو بوغي نبو من المسلمين كاملة وقد خفت ضعيفي ننسو اجر حنونك الرفاية الرفاية بابا ايو يراضي فصار النقضي مثل الفرخ فرخه كالي يعني دور المهد المد دوره هذا دلتي اما الدقاق اسكوا نهو محوها المهد هذا دلتي أولي بارمة هذه يسكوها قاقن كلا تاتاقين بارمة هذه إيه محوها قربة هذه سلاسوا كالي عسوا بودوه وبابا أيبو نبي قتري عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نكو والله يا نبي عليه السلام وعقيري هل كنت ما تدعو بشيء وليا واحد كنت دعي سنجرته مجرته أو تسأله واحد إلهي ويدي سنجرته إياه وصوه مجرته قال نعم ها دعاء إلهي كنت دعي سنجري كنت وقوله وحانيه جري اللهم اللهم كنت معاقبي وحاته كي وعقابي به ماك في الآخرة آخرة واحد وعقابي سوي وعذابي لهد فعجله إذا ددج اللي أريه في الدنيا 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 عقاب سأسأل دهابي كنت دعي سنجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير سبحان الله وتعجب سبحان الله وحن قال سمي وحن سواي لا تضيق ورمكرت أو لا تستطيع ومكرت وحي آخر كذا يعذبك آخر أدونك تبرب وما يزيد بقى كوي آخر مرك نار تلقريو كلما نرد جلودهم بدلناهم جلود غيرها على لها مقارك وضع مقارك لها دلوك بدلها يا بحبابا يؤد كي صلي أذيك وهذا مقارك كاكو وحمد الكزب هذا الهلين حقيت بابا اسكح جنكرا أفلا قلت ما دهدت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بكد عزت ودعاء الجامعة هذوي إلهي يودونك رحمة سيسا حسنة آتنا في الدنيا حسنة نكرة في سياق طلب بعدها نكرة في سياق طلب طلب كاسو آتنا حسنة النكرة أيا كذب دعضي تفيد العموم وعلى روحي حسنة أو إذل في الدنيا بسوق لها أفماتي وحسنة علمك وحسنة مالك وحسنة أولادي وحسنة إن لقبرك وحسنة زوجتي وحسنة إن باركوا نقطة وحسنة أملك وحسنة وغيرها من الأمور الوراثية لن أنت ويسوق لسا ربنا آتنا نصيب في الدنيا الدنيا حسنة نصيبك تراه وحكم مقر مالها وكو وفي الآخرة آخرنا حسنة إلا حسنة نصيب أيضا وحمق المجرد كب الله زكراتك قبرك السمر سيراتك جدك معها حشرك يا قيامي بنك اللي تورا وذي اللي مرا يجدك يزرا إلا هي اللي قلو جان انت تاسي كل سعون إسا وفي الآخرة حسنة وناقوم وقنا إله نقبت بادي عذاب النار حق خوفك يا عبصيدة يا النار كبقيدة أي أضب بضان وفي الآخرة حسنة وحسوك ليسا نار إله نقبت باديو لكن عبصيدة النار لقى قبا فيه إيا سيدة عروس تهي عباد الرحمن بابا اللواء ماني كوة لها يكد عيسر أيو ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرابا وقنا عذاب النار إله نقبت بادي كسيات كي قفك سيدة كد عيسة أي يا في عالم سيدة عيسة الباليو أكيد أولئك لهم نصيب ما كسبوا كوا يقع نصيب وحي كسبتين حظي بإليه نصيب وضل نصيب له دعاء لا تذكر كدو عيسى نصيب بإليه مالية وربما سأقول دعاء زويد قال فدع الله إلهي وقبري الله لنك أزاقها فرضاوين ببائية بلا يكون هبستي عذابك آخر لنك كشد عيو أدونك الله وكي علي إلهي وقبري فشافها وإلهي بعافيه دير نبي بركو إلهي وقبري كذب حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن حارث حدثنا حميد بهذا الاسناد الى قولي وقيل عذاب النار ولم يذكر الزياده ولا دعاء حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان بن مصعب حدثنا حماد بن سلام اخبرنا ثابت بن اسلم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على الرجل من اصحابه من صحابته سكمه نبي وسوق يعود وسوق بوقري سيد عاده سيد دك جيران يا مرضى يا اصحاب سوق بوقري وقد صار وحو نقضي نينك كالفرخ سيد الشمبر هذا دلته وكله ايو نقضي بمعنى حديث حميد غير انه قال لا طاقه لك بعذاب الله عذابك إلهي ضاقية تبر وما يزد إلهه إذا بدأ بعد هذه قرداي إنسوا هم اللي محكوا وطا ولم يذكر مشيء فدع الله له فشفاه قال حدثنا محمد المثنى والبشار قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
باب فضل مجالس الذكر مجالس تا يو فضلك الذكر يا لوها يو فضلك عيلة ذا فضلك عيلة مجالس الذكر ملاه خيرك يا ذكر يا الله حسيد يا عبادة ذا لوها يا الله فضل يو يا مزاج كيف جوكتا صلاة بعد كسر ويسا ذكر بعد كسر ورطا خير بعد كل حجرتا فضلك عيلة ذا بالفين حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز بن ناس حدثنا وهيب بن خالد حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان لله اله وحوصبنا عليه تبارك وتعالى ملائكه الملائك سياره صعد بدن فضلا ديرادا ملائكه حفظه هذه النحفيده مره با انغا تغينن اي الى انت يا حفظه انا لا جوقتي يا ملائكه ملائكه كلمه مد وبا محمد يا شقه غار عليه ملائكه انا هنا ديرادك وشقدود رايتها يبتغون ان الراديان مجالس الذكر ما لها ذكرك فضلا تولوا فسيري ديرات فضلا فاضلين فضل بدل قيمه بدل فضلا عند بيور ما ملائكه ما فضلا دعمك لا فيري وعلى لو جيد وحا وهي هدا فضلا ديرات اهو حفظتي مر ولب كل جوقت وحا ديرات كا ملائكه لا اول يراها شقدود وحا وهي يبتغون مجالس الذكر مجالس ما لها ذكر الله فديه رادين ايان ساس أود الوريق أيان مجالس الذكر بالرادين أيان فإذا وجدوا مجلسا نكي مجلس هلان فيه ذكر ذكر كجره ما مجلس ودن من شرر إيض وحيالا وناكسرين أو لقاها هدلاي إيا من عيار الوحا إيوه لسكوه مانا عيار وحاس ودن ويأركي زمالات أرض كودها فيسا وإذا مروا باللغو مروا كرامة وإذا كان مرايسا وحي الرادين إيسا ذكره بيش الوحا كاسي الرادين إيسا قعدوا معهم مكاسي الله فريسان كواسي الله فريسان ملايكتو وحف بعضهم بركوضوا حسكوا وريجينا بعضهم بركة كاري بأجنحتهم قرباهو ذي قرباهو ذي يا ملايكتو بربا بركة كاري سكوا وريجين بربا بركة كاري بربا بركة كاري انت صحراو اسقرب صعطا حتى يملؤوا إلهي يملؤوا إلهي كبنوحيان ما بينهم أياك ما يشعروا كيف الديان إيا وبين السماء الدنيا إلهي السماء الدنيا يسبوحين هيا الملايكت لكرورا يا ذكر أهمية إلهي يكتيزي وكجو في ذي قيمة ملايكت اكتيزي وكجو فإذا تفرقوا ذكر يا سالم بجزاية فإلى تفرقوا مكة كلا تقام عرجوا وكريان وسعدوا وكريان هذا إلى السماء 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 هذا يا قال فيسألهم الله عز وجل إلهي بملائكة ويدينا يا شق الله دلي مهمة دولية تكليف تودي وإلا ويديه وإلهي ويديه هو أعلم بهم إلهي بس كأو وحو بابا سأل الله كأو مركو ليسيز عظم ربي ويوغا حالك وضب ذاتك ما يشفر دي ورنبي ويوغا الله سبحانه مركو سأقو أقبو هذا ويدينه من أين جئت وحققت ما دام على ليه ملاقي؟ فيقولون وحي لي جينا وحن كنا من عند عباد أضام الله كذي الله ذي أكتر في الأرض يقول لك جورا يسبحونك كو تسبح زنا يا سبحان الله له ويكبرونك كو ويننا يا الله أكبر له ويهللونك كو توحي زنا لا إله إلا الله ويحمدونك كو حمد لله الحمد لله ويسألونك كو ويدي زنا يحفظنا خير الدنيا خربا قال إلهي بأوحي له وماذا يسألوني ما هي ويدي زنا يعني وإن هذا يعني قالوا ملائكة وحيلة يسألونك جنتك إلهو جنة هذه كوي دي سرايا ديدن كقفك مؤمنك جنة رادين تيدوي إيا النار كما نقلك مركو ويلكي صحابي قها إيه معا سلاة انتو كدير يصوى عريسة نبي قوي يميت ورشاك تي نبي قوي ديبسي ووي دي أرمي سوى جيري محاطة هلاو كدو عيسة دمك سلاة كجيرتو أما أنا فلا أحسنو ديدنتك دندنتك ولا دندنت معاد دندنتك ولا دندنت معاد adiga nuunudaadi iyo mu'aad oo imaamkiisa uu ku yirkacsan yahay iyo mu'aad nuunudiisa anigu ma aqaano ilaahay inni asalullaah aljanna wa a'udhu bihi min an-naar ilaahay janna way diisa naar waan ka mangala waxa kale la akhraay waxba kama garanay ilaahay janna ii geeri naar iga badbaado ma dhaha nabigu wuxuu yiri hawlaha nudandin hawlaha nudandin labada aad sheegtay inta aad sheegtay gaararkeeda uma anaguna aan nuunuleenahay ها ملك لما جرى جنة إلهي لو يديسي نار تلقى مغان قال انت إذا كنت جرابي يسألونك عن جنتك إله جنة كوي ديسي ريان ملايك تسيرين قالوا وهل رو جنتي وجنة إذا ما يأي أركين قالوا لا ما يمين عن أركين أي ربي ربي قدو غيب كيف يرميين وحي يدين تبي قاتين ربي قوة سادو لكم مزدوقة الرسول كاوحو كيربي يلون قاتين قالوا فكيف لو سيهان لهدي رو أركي لهايين جنتي جنة إذا أركي لهايين محي سمين لهايين إذا جنة أركي ديسي ويديسي ريان قالوا وحيد الملائكه ويكسي دار الهيان ان الهه كبر يا رو عباده سي بدين لهيان قالوا ملائكه وحيد ويستجيرونك الهه وحي كام وحي كام انغلاين وحي كام انغلاين قال ربي وحير ومما محا اي يستجيروني اي ما انغلاين ما انغلاين او الهه نغ بدال اي لهيان ق
قالوا من نارك النار ترى يا رب إله الرب والنار هذا أيه كم من قال يا إله نجب بالبادية كل هاي قالوا وهروا نار النار تدم ياركن قالوا لا ما قال فكيف لو رأوا نار ياركن لا ينكور قالوا حيد وكم كسي عرض الله يوم النار ويستغفرونك إله دم الله في كوي دي سنة قال فيقول إله وحلا قد غفرت اللهم من رضافي فأعطيتهم وحنسي ما سألوا وحي ويدي سنة وجنة وأجرتهم وحن كبد بادية مما وحى استجاروا لما كان قالين أو نار قال فيقولون ملائكة لو حيليهين مركي إلهي رحمة ديسي وفرانك ديسي ودمداف ديسي وجنة ديسي انت مبالن قاري يا ملائكة وحيليهين ربي ربي قيو فيهم ذاتك ذكر قوفة وحاكود حجلي فلان هبل عبد أضام بها خطاء دم بضان أضام دم بضان بها أن مجالس ذكر القوة أقولن ما أنت وادع فريز ده إنما مر وصامري أسوى رقص تانين فجلس معه وسلا فريز بل ما يشان كور ضام بيسيري ذكري إيا عبادية خير منا ما يهانا وضضا أم يكسر مرتاه وسادر دري وسادر دري أما درك له بوتي نكاسا جريد دم داف كان مغسقنا واسه قال وحير فيقول إلهي بحليه وله متكاس الذكري أجيه خطاقه دم بقبضان أسوى لفت الكيسة حتى غفرت وارونا في بلئيليه بحايا لهم dadkaasi dhigriga iyo cibaadada iyo daacada la fadhiya masajida iyo meelaha khayrka la fadhiya huma ayagu alqawmu wa dad yaqum la yashqa unan hoogaynin bihim ayaga sababtood iyo karaamadooda iyo sababtooduna ku hoogaynin jalisum kala fadhiya hata hoogim hay dadka wanaagsan la fadhigoodi ayuu ku maarata jannagalaya damidhaaf ku heelaya raxmad ku heelaya khayrki iyo wuxuu doonayo ku heelaya marka jalisu suuxa dadka wanaagsan iyo majalisu dhigri oo la fariisto خير بدن بالغو هلا بابا وحكوسة بسبب فضل الدعاء دعاء فضل إلى ذهي لود عيسى باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء لود عيسى قيمة هذا حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز وهو ابن سهيب قال سأل قتادة وحويديه أنس أنس بن مالك وحوسه علي أي دعوة دعاء كان هنجر أنسو يدعوك كد عيسى بها دعاء ذبا النبي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كثير كبر دعوين كلا دعاء النبي وكد عيسى جري ودعوين كلا وقبضنا هذا النبي تونس أن لجوه قال وحير كان أكثر دعوة دعاء وقبضنا يدعو بها وكد عيسى النبي وحيه يقول إنه يرى هذا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوين فربنا وكتبنا لنا قري أي نبي كد عيسى جري كان كثير الدعاء دعاء سوى بن عليه الصلاة والسلام هذا ما حلقه وإن تاسير الخصام ارتضى وحبه هذا قعمه وكونه تامي لهب هذا برئمة دعا عيسى نمبه دعا هذا سجوده كدو عيسى نو الركوع ده كدو عيسى نو أو آن صلاة قداشة ده دعا عيسى نو أو وقتياه دعا هذا الله أقبله يا ذاك يا أقيم كونه حي يا أخر الليل إحليها صعدن دعا هذا الله بديوي دعا هذا كدو عيسى نجل النبي عليه السلام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال وحيري نكا ليلة عبد العزيز بن قتادة قتادة بن دعابة وحيري وكان أنس وحوها إذا أراد مركو دونا يدعو بدعوة إنه الدعاء كدعاء مركو دونا أنس دعا بها مركا وحقار وكتاين هدي سنجيرين ودعاء نور ربو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بكدعاء سنجيرين فإذا أراد هدوس الدمع يدعو بدعاء إنه الدعاء كدعاء استوى رمكا لي وحمر كاسي كتاين نور ربو إلهي كبر يا ما كما نقره ودعاء لك عرف كماريو إلا وإلا دعا بها فيه ربنا آتنا وكدعاء سنجيرين يعني سيدي أقبت يتر مروا إيه كوكاف طامو إيه مروا أرماها كلاه ومركا كتاها ونحن نحن شاده كما تجيجرين حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحريجري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا يا ربنا أنت بأسررت بابا وحكوزة بسيها فضل التهليل توحيد كفضل قيسى قل لا إله إلا الله تراهده والتسبيح سبحان الله والتحميد الحمد لله والدعاء الله بري يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال قف كي يراد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انت لك يراد وكلمة التوحيد نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده سبحانه يتأكيد لسيادة كي لا شريك له له الملك ملك أسقهم بأسكاله ولو الحمد حمدي يمهن أسقهم بأمضان وهو على كل شيء وحوى ببقى دينهم كي كاريز بضا وحوى واكره في يوم المعالين تيقف كده 100 مرة بقل جر وقل جر من كده وح مشان دقيقة مسوا 8 دقيقة وحير أيات كل ما نسى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بقل جر ذات روار أخرين وحير بطول ما نسى بقل جر قف كي يرى هذا
كان له عدل عشر رقاب، كان له حوصنا هذا عدل عشر رقاب، طبن الضون حرين تود أجر كود مثل كود النذير كود يلا كلوا ليه طبن الضون هل الضون حريسا بالنار تلقى حرين أو حمين كستوى حمين زكام إذا حمنا هذا النار تلقى حرين طبن الضون حري زكا ورد تاسع لميتها هي الضون الحري هذا ما هي زديدة توحيد كاس الوهي لا أجر كاس وكتبت وحلو قرية الله وسقى مئة حسنة بقول حسنة وحلو قرية ومحيط وحال تيري عنه حقيسة مئة سيئة بقول دنبي وكانت له وحيوه هانيسة حرسة حرسة حلبة من الشيطان شيطان كوغا هانيسة يوم وما ننتيسة ذلك كاسة ما ننتا صدما شيطان كوسوسة ديسية دبكيسية إلا يبقى حجابة هي حتى يمسيه إله وكنقلب يستوى قبلك كدعوه ولم يأتي وقبلك الشناب لما يماذا أحد قف أفضل كفضل بضل مما جاء به وحيو ليمت إلا أحد قف مويين عميل العمل سمي ليمت أكثر وحكا بضل من ذلك بقول وحكا بضل قف ليمت مويين بقول كبضل إلا قارسين كرو وإن تعدي حدود لقد بينا نهينا خير أي تايوانات يتقى هذا نيسا قف بقول كبضل ليماذا وما قف انك خير بضل ومن قال ورك فيرد أوفرس بل أرنت أنه ما يوفرس هذا أنا أوفرس ما قال الشيخ يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انت اوك او يروي بقول جير ما الله تيمت مع الوه لي طبعا ادونا لحريكو طبعا حسن الله قري والله اوجد بقول حسن الله قري بقول سيئه ودنبي ولا تري حرس حب شيطان لا حرس حب بالك دبك بدن ما لا مر لا يحي ولا حرس حب إن قف كافل بدل ما أنت أوزن جريمة شن تاس وقف كيوهلايا شن تاس قيمة إيه أنت عليك يوهلايا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء سواح الله في عالم سب ما أنت تاس ودم بحرس حيل كذي أضو هالشو سواح ذي مركز لا تسواح تكتبة هكين عاير أنت الله إيمو طيب ومن قال قف كيرار سبحان الله وبحمده لا بأس إري سبحان الله إلهي بأن الزهن وعيب ودنبه كفر تهيئة نسخان دليل ودنبه إلهي بريبه كي وكان زهيهي وبحمدي وانا مهتسيهي في يوم المعلمة مئة مرة بقول جرقف كي إلى هذا حطت وحال ذهو بنا خضاياه ذنوب تسال له بنا ولو كانت ذنوب تسال هبا قارسي سناتا مثل الزبد البحري بدا أبور كيذا وكالي بدا هير كيذا يا أبور كيذا حتى دنبه قفك دو قارسي زيهي وانتو دنبه كبطي دنبه كيسو أبورنا أيو دنبه كيسو نوال الله فايا بقول جرد سبحان الله وبحمدي سبحان الله وبحمدي سبحان الله وبحمدي سبحان الله وبحمدي سبحان الله يرى تيها ربك يا طيب انت الله ايمانيس قال حدثني محمد بن عبد الملك الاموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي سالم عن صبيب ولا ابو بكر عن ابي سالم عن سمان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير من قال قف كي هذا حين يصبح مركو وابريست وحين يمسي مركو قال بيس سبحان الله وبحمده 100 مره بقول جد لم ياتي لما ما احد قف يوم القيامه من قيامه بافضل وحكف لبل ما جاء به وليمت الا احد قف قال يري مثل ما قال انت ويري وكلا وزاد عليك زياده مويه أو زاد المعنى وزاد بك أنت بل وزاد اضرابك حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر على العقدي حدثنا عمر ابن هو ابن أبي زايدة عن أبي إسحاق السبيعي عن عمر بن ميمون قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرار قال سوق أبي تمنجر بس منك يرى هذا كان وحنا كما اعتق أربعة أنفس أفرق الدار أم ولد إسماعيل نبي الله إسماعيل عرورتي سكاميدا الله يستو قف رطيب لميده وقال سليمان حدثنا أبو عامر عقد حدثنا عمر بن أبي زايد حدثنا عبد الله بن أبي سفر عن الشعبي عن ربيع بن قثيب مثل ذلك قال فقلت للربيع وعن كيري ممن سمعته يتمق الشيء ربيع وحديث كان قال من عمر بن ميمون قال وحير فأتيت عمر بن ميمون كبرت شيخ يزيون تلي فقلت وحان من سمعته حديث كان يتمق الشيء قال من ابن أبي ليلى قال فأتيت ابن أبي ليلى منوتي فقلت عن من سمعت يتقمغ شيء قال من أبي أيوب الأنساري ويحدث عن رسول الله كور رمائي صلى الله عليه وسلم وكسرت كاسر ربائين وحرير صدر هو انقضاعة يعني دعاء يذكر يا قيبه سيولي بي هاي مكة حور ربا حديث كرسقة بسرد متصل خال من العلل والشذوف إنه نقضر ربا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن ظريف البجري قالوا حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة بن عمر بن جرير عن ابي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيه كلمتان لما كلمه او خفيفتان فضفضت حقيق فضوده على اللسان عربك وعربك وحاوية وكدر دري ويان ان علاسي حنونك ما هيسو ثقيلة تاري لما كذا كلمات ثقيلة تاري كعلس في الميزان ميزان كمرك قيام الله تغو وموازين تلا ندتشينا ميزان كذا انو عسلان الله رباكي خير كها ميزان كذا عسلية
حبيبة تاني أيد وجعليها إلى الرحمن الله الرحمن قال وجعليها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واتكوه أنا يجون بالفيري والروضة من رياض جاء سمارتب يا سوسامة مس سرق فرنقوم رايا يا هيا محامي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ها يضنا وحاول يعني أنا بدي نوي كور دينه كور دينه وردي إن هذه يلاتو وأذكري يلاتو أوراتك خاصة هذه يلاتو ما تكون بدارسة أو تسكية النفوس لغة لا نفط أي كل ظاهر نقطة والرب اللي وجود هو هذا وذنوب اللي وجود عفا وجنة اللي وجود لها آه صلاة قوم قوم كسيرة وعندقاق وردينا ما بليهبة أنت هذا وحاول وحيلها وحكمتها نقصي قاه نهايستي كمتها آه نقصي قاه نهايستي كمتها هاي من كان متصوفا هي أصحاب طرقة ذكر بدم بيلين لكن ذكر قداسة هل تبعته ما هي سطوع عقيدة حمالة صعطه وحاول لقيا بوح أن ذكر بهن إن ذكر ويقانن أما وحي ذكر يا لف تركيزي عقيدة حماء كف الله ينسي نيد حمي نيد حمي إكاه ليش ما يجي الربيع إلهي الله برح ترى سبحانه وذكره إن إلهي يا أذير أحدين الشيخ يسوق لكتو شيخه طريقة والقلب يكويسه aya kamida ay qarkood dhahan walaayaba duruqdina kala duwan yihiin hadii umum aniga ma dhahay karo laakiin baad duruq anaga baa soo maray sidaas ay dhii jireen dayib waxaasna waxa weeyaan waa nooc shirki ah ina tooxidki la imaato shirkina aad adara aad ku baabiiso kelimada tooxid ah ba shirki u sii baabiyo kelimada tooxid shirki sii baabiyo ay noqonaysa rabbi wax gaariba jirin haddana Abu Bakr bin Abi Shayba tawabu kuray qala haddana Abu Muawiya an Amash عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري لا أنا أقول إن الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا أحب إلي أن كتش على مما طلعت عليه الشمس قرح لوحي أصبح قرح لأدون قرح لوحي أصبح لا موت قرح لأدون كهبو كلا تدنبيس قال الله كلا تدنبيس قال أول قرح لوحي أصبح مارك قرح لوحي أصبح لأدون كهبو لما وحن كتش على هاي أفر تائري وأفر كريم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيها بأيها بدات مثل كب الله ذا نبات مله أفرت وحالي هذا الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ترى أنا بدينا أيضنا أنا بدينا مالك قراء قصدك حريق قال إنك تبزيه كحصوص سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صوم الركو وعن صوم الري يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له حق صوم الري سبحان الله وبحمده كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله سبحانه كلمة تارية إيه مدنا وأفر كلمة لقد جاي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكا جنة قراس كيدوي جنة لو أبورة ما كنت راضي جنة جيت تمرة أنا مرا برواق لو أبورة يا نعم فرنت إبراهيم عليه السلام صادريوي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسلم بن نمير عن موسى الجهني حو حدثنا محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ اللي حدثنا أبي حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء عربي من البادية إلى الرسول النبي عليه السلام وجبت فقال وحكي علمني إبر كلاما هذا أقول وأنهم كورديه بروحهم كورديه النبي الله إبر هذا جاب كذا كلام أنا ذكري نبوي لها هي كي قراك يا سنة هل كصف عنا درجة تو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دالو دقي نقود عن ذكري شرعي الرسول كتب على قصو خلاصي قال قل وحاتر هذا النبي يري لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو لا شريك له الله أكبر كبيرا إله باوين والحمد لله كثيرا إن بضم إله مهتنيا سبحان الله رب العالمين لا حول حيلة ولا قوة قوة من دمره إلا بالله اللي هي العزيز غالب كان الحكيم حكمة بضنا قال فهؤلاء اللي ربي فما لي عربي وعير انت الله شيء ربي بكها ليسا تكبير انت يسا تسبيح ديسا يتمجيد كيسا يتحميد كيسا كاها الله يسايا حوقلا ديه هؤلاء اللي ربي بايس قاله فما اللي أنا محان ليه وعن الدعوة أرنا أقول صلى الله عليه وسلم قال قل وحاتر هذا اللهم اغفر لي إله يدمي داف وارحمني إن حريص وهديني إهانوني جدك الصراط جدك وراكسا يقول توسي وارزقني أرزق ومصروف رزق حلالا إسي بل أفرتا قبصايه انت لبدا يسكو درس مرك قال موسى وحير أما عافني فأنا أتوهم وهمي يجاك بأي يجر إلى كم مغل جاك وما أدري ما سوى حقيقها ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثي قول قال موسى أما عافني فأنا ذا قال حدثنا أبو كامل الجحد حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كبر من يعلم من قفك يا أسلم صلى الله عليه وسلم أحبه بالرجل قفك صلى الله عليه وسلم أحبه الله بري
أصابوا مكوكن أضوضوان ونتوحين كنت الله قبطه لو لسسي داي صحمها أبا الله برايا ترتيبات با الله باري سجدي با الله باري قبيسكي با الله باري نظافتي با الله باري صلاة دي وحي كحر بيسي با الله برايا إيا وحي كلاه سعيزي بل انت اسكوها جيسة توحيد رسوك انت اسكوها بريدي وحي كدو عيستر واكن يقول مركز إنو دها الله برايا اللهم الله اغفر لي إيدا من داف ارحمني إينا حريس وهدني يهانوني وارزقني أرزق آه. إلا ودن بيجي يتقي داف إينا حريس وهدبا إيماني الحريس على يقوس دجي وهدني وضد زحل يقول توسي دي بهيعلن وارزقني إله يارزقه رزق حلال إيسية وكفر يا قالبا كي ماضي باهي أنا أقب أنا أباهن حدثنا سعيد بن أبي بن أزهر الواسدي حدثنا أبو عوانة الوضاح أبو معاوية الوضاح أبو معاوية محمد بن خازم حدثنا أبو مالك الشعي عن أبي قال كان الرجل منكم هو إلى أصل أمركم إسلام علمه النبي والنبي عليه السلام وحب رجلك أصلاة صلاة سو التوحيد كما ظل قبصان إنها صلاة كحكت ثم أمره وحب رجلا يدعو بهؤلاء الكلمات كلمات كان صايبه وقال لي كنت عيسو اللهم اغفر لي وارحمني وهديني وعافني وارزقني حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي مغلي وأتاه والحال أتاه الرجل نبأوي من النبي فقال كجري يا رسول الله كيف أقول سيرها حين أسأل ربي ربي لما كان بريا يودي سلايو سنها من عربية أو قرنا يا سيد الله الذي فصيح هذا قربها مع ذلك دعاء النبي أمرايا سيروا دعيسا الله لك البري أقرن لك البري أقبري مرك النبي عليه السلام قف الله بري قفك أو بري وناك سنة دعوين كي صورنا وجوامع ويانو هل كلمة يودنا بكل دعيسي يا وحيكا كافينا إسا انت صو هذا الدعاء هيكا كافينا إسا هذا بانتون دعاء دل دشو إري يربى لوسو كوي دعاء يدا هل إري أو ير اللهم اغفر لي إله وإداف وحق الدنبي وارحمني إن حريصه نحريصه ألا وعافيني إله وعافيه من كل آفات سيقنا بتجلي سلام من كل آفات وعافيني وارزقني إله إما صوفه حلال إسي ويجمع كل منا يا سابع وفريه سنبغ إلا اللي بهذا صورك المهين فليردك بلا أمرك اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني وارزقني صورك يتاليه أفر تاسي قولنا ماتي فإن هؤلاء قال فإن هؤلاء أفر تاسي كدوا عزته تجمع لك ويكون كل من الدنيا كالدنيا هذه يا واخرتك اخرها الدنيا اخره ويكون كل من دعاء يدا لما هي لا دعاء النبي وحلمده صلى الله عليه واله وسلم وحلمده لما هي لا قال عبدك اسقف با وعلي اريد اما قنا في صواني بكد عيسته دعاء النبي برو دخصو من يرو كون با وجرتو شن دقيقه لو خفدين كره حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا مروان وعلي بن مسر عن موسى الجهني حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ولفظ لا حدثنا ابي حدثنا موسى الجهني قال عن مصعب بن سعد حدثنا أبي قال كنا عند النبي رسول الله نبي عليه السلام كتير جوجنا فقال وحول نبي يري أيعجز أحدكم أحدكم ما وحوك عجزي أن يكسب إنه كسب الله إما ذا شقيسته كل يوم مالي والبألف حسنة كن حسنة كن أجر يا حسنة إنه مالي وبكسبه أحدكم يوك عجزة يا مو كسبه فسأله سائل قف نبي ويدي من جلسائه كم تتكلف عليه كيف يكسب سيو كسبان كراقب أحدنا ألف حسنة وبرنتها كل حسنة سين الله إيمان كرا قال نبي الحجر يسبح مئة تسبيحة بقول جربوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله داية بقصاف يكتب الله وحلوه قال ألف حسنة كن حسنة هل كيف تمام الله ودفن أو يحد عنه وحلقه بنا ألف خديها كن دنبي بلقه بنا كن دنبي بلقه بنا سمعت سبحان الله ماشي أيضا مريس باب فضل الاجتماعي كل أنك فضل جيس على تلاوة القرآن القرآن كتلاوة ذي سيأخرين ذي سألوجو جمع الوكل ما وعلى ذكر ذكر الوجو جمع الوكل ما القرآن كي الله سكوي ما الله كريستو كآخرنا يكود جيسنا يسمعي بسوق جلايا لوجو سبعنا القرآن ككريم كا لجيسنا عرضي لسكو بندقى بسوق جلايا تراويح ذي الوجو دل آخرنا لسكو دل آخرنا بسوق جلايا ذكر إلهي حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني ولفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخرنا حدثنا ومعاوية عن أعمش عن ابي صالح السمان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير من نفس قف كي كف اذا عن مؤمن غف مؤمن كربه كربه يساوي من كرب الدنيا الدنيا كربه اللي كامله بكف واو غاجيسنا رب كسي حو لعق مركي وا درغ غاجدا كبخد اردك بو كسار وا اردنا كربه كلا يست حرق بو خنا وحبسي بو كسي داي قلاد كو تاغنا وا كفجيه كربو كفيداي نفس الله إلهي وكف إذا قف كاس عنه حقيزة كربة كربة من كرب يوم القيامة ما أنت قيامة كربوين كذا كم إذا ومن يسر على معسر قف فقيره ومعسر باها قف كأفض ذي الرميزة دينت وكقاتب بأسهلي كسوك هديك الوابس كي يعفيه أما وكيلي يسر الله إلهي وحفظ على كركيزة في الدنيا الدنيا والآخرة آخرة ومن سطر مسلما قف كمسلم عبتي سأسطره سطره الله إلهي وأسطره في الدنيا الدنيا والآخرة آخرة
والله والله في عون العبد أدونك كالميس وهذا هو قال من أدونك ما كان العبد أدونك أنت يا في عون أخيه ولا الكي كالميس أنت أتاني هاي ربي أنك وحر حراية كو كالمنا يقرب كوا ومراد الله مكوها جاجراي ومن سلك الطريق غفي ودقارة يلتمس فيه وضع الحياة سوى كرادنا علما علمي أي قاري وضو قاري علمي بوضانتي سهل الله له إله وحوسى لي به بسببه جدك وقاري سببته طريقا وضو يوسى إلى الجنة الجنة وكبيره وضو الجنة هيا وما اجتمع ما كل من قوم ضد في بيت قري من بيوت الله قريها إلهي كمذا يتلون أيها وآخرنا يا كتاب الله يا كتابك إلهي أي آخرنا يا لفظ جيسي ويتدارسونه وأسكو فصيرا ينبيره لحضارة إلا نزلت وحسود جيسي عليهم كوكو هذا السكينة تحسن له الحق لك أنتمد وغشيتهم محاضبة وشاء الرحمة نحرس الله وحفظهم وسكوة وسكوة لجيسي ورديسة الملائكة ملائكة الرحمة وذكرهم الله إلهنا وحقو حصى في من عنده ملائكة أكتيسة جوكت إلهي كو حصى سبحانه وكأمانة ومن بطى به عمله وفي عمل كيسة ودبله وشقي زوايا آخرين وشقي زوايا لم يسرع به مدد نسبه نسب كيسة ميل مقارسي يوي فهب الباناي إنه بالباناي حقوطة لميسو كل هذا قفك عمل كيسي ودبله ذي وشقي زوايا آخرين نسب وحبه أتلم هايو هذا نسب وحترى النبقى قبلي سيبوا ليه الرماد أنك عندنا كوايا لا أغني عنك من الله شيئا مكوين فهذا ماي هايو تشاند وحان كاديقي كرحق ألا لا أغني عنك من الله شيئا نقلت في سياقي النفي وحان كوتري كرمالو إن أطر ميسو أطر عدو ددي سيقاتو عبادتي ضاعد رب اللي قدوانا يا الرواسين دتك كالي والنبي عليه الصلاة والسلام تطر ميسر راعدو أتدكي سيقبسطو دينتي قران كالوزو دجيهي كنا قانتو تازا تبت بالسا إنا نبي بانهاي إنا ولي إنا شيخ إنا هبل وحبكو قاري ميسد وانت ذهوبالي والله فوقوي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثناه نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أعمش حدثنا ابن نمير عن أبي صالح وفي حديث أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية غير أن حديث أبي أسامة وحوها ليس فيه كمسكنا فيه ذكر التيسير على المعسر زيادة صفقاء والصومري حدثنا محمد المثنى والمشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق السبيعي يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال أبي الأغر كوحير أشهد حنقرة أنوري على أبي هريرة كركز مغراتك هاي وأبي سعيد الخدري أنهما الله ودى سحابي إن الشهداء كم مراتك عين على النبي النبي كركز عليه السلام أنه نبي وقال إنه يري لا يقعد قوم ضد مفر السام يذكرون الله عز وجل حصى إلا حفتهم الملائكة ملائكة اسكوا ليجسة أو ملائكة باتشعل دفاع عيسى إلى علينا عيسى أدعين عيسى وغشيتهم الرحمة نحريست إلهي نوي ضبوشا ونزلت عليهم السكينة حسن لوني ذي يدقنانتي أي إلهي سبحانه وتعالى كسو يدقشيه وقرآن كما كل آخرنا يا سكينة زو يدقته ذكرونا سيدوك وذكرهم الله في من عنده ذاتك أكتيسة ملائكة أكتيسة جوكتان إلهي أكو حق حصة أكو حق حصة أكو حق شك الشيخة أحوين وي إن إلهي يكون حصة سبحانه وملائكة أوي إلى هذا غفك سوى غفوا ناكزن الله جعل هذا وحوين ويان حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا شعبة في هذه السنة حوة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك قال خرج وحاب عن معاوية معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين أيا بحي على حلقة حلقائية مجلس في المسجد المسائق الله فرديه حلقة سيدناك الله فرديه أيوك صباحي فقال وحير معاوية ما أجلسكم محاهل كرين الفريسيي سلاد اللتكي للدرير أحد ذلك ما شرق فردان قالوا وحيدا إن جلسنا وان فريسان نذكر الله إن إلهي حسنه كسي سونا سلادك لذكر إلهي اعتقاف يا خير يا الله فردنا قال معاوية وحير الله ما أجلسكم إلا ذاك وعبر إلهي بأن يقول داري ما أجلسكم من الفريسين المياء إلا ذاك ذكري عبادة بس ما شرق فردان وقال حدين ذاتك قالوا وحيدا والله ما قد عرمناه إننا ما أجلسنا نفريسين وحكالة إلا ذاك ذكر يا وحكالة نفريسين ماشي أفرد ذا مرجرته قال وحير أما إني أنيكم معاوية داناي لما استحليفكم إنك ما طار طالبين ودارتا إنما دهين تهمة تهمة لكم إنك إنك قبا وركا تراهدين أن تنزناي إني ما طارنين وما كان أحد قف مرجره بمنزلة أنيك بوسك من رسول الله نبي عليه السلام منزلة أن كتاقنا أن كاتب وحيناها حقنا ونبي عليه السلام ولا شيء قوي ونبي غير كذي البيت كذي وما طول مننا كده هو منزل هذا سيحدنا مجرى أقل قف إيجادو أقل إيجير أقل قف إيجير عنه حقي حديث حديث مني أنا مجرت سنة وده ونبي يسأله حديث يري هاي قف حديث يري هذا مجرى وما كان أحد أحد مجرى بمنزلتي منزلة إذا من رسول الله أن كلها مع هذا أقل قف إيجير مجرته عنه حق النبي قال له وري حديث حديث مني أنا
وإذا قال واحد البلن وأن هذا ما رتي إذا توزن ما بيه إن يعلم البلن ما بيه هل مثلا نبي كهيو أما حديثا كحفظ سنايب نود الله غيرنا يا كاسا كلينا إن داريو وإن الرسول الله النبي عليه السلام بخرج صباحا على حلقة حلقة من أصحاب أصحابتي سائف الديان أيقو صباحا فقال وحير ما أجلسكم محامين فرسيي ثاني ذي ويديو كالو ويديي قالوا وحيدين جلسنا وانفرسنا نذكر الله إنا إله حسنا ونحمده كحمدنا على ما نعمتي وهدانا نوهنوني للإسلام على ما هدانا للإسلام إسلام نبدو نوهنوني ونعمه وأتمت عليكم نعمتي إسلام نبدو ونعمة نعمة لبان إله كحمدنا ومن به علينا وحنو قال رئيسي أقول يا قرقاري النصرية نبي محمد المعيز النهي صحابة الرسول الله نعمت لبكو بكري هلين أي إله كم هذينينا قال وحير الله ما أجلسكم إلا ذلك ذاك إلهي بأن يقول داريه ما إلهي بأن يقول داريه إنه نوحك لإن فريسين إنتا موينة قالوا وحيدا والله ما قد أرنا رسول الله ما أجلسنا نما فريسين إلا ذاك أرن كاس الله فردنا ذكر يا خير ما الله فردنا الدنيا ما فردنا مجر قال النبي وحير أما إني أنه لما استحلفكم من المطار طلبين من المطارين تهمة لكم تهون أن تنزناه وأن الله يكون وحي شيئا وحكا مجره دار إني مطارين ولكنه آتاني جبريل ملك الجبريل بايمد فاخبرني وحيي شيغي ان الله عز وجل اله انه يباهي بكم انو فاناي الملائكه ملائكه انو ملائكه انو فاناي او ملائكه انو خصاي دخدودا او ولي فيريا دوميغا قيمها بدن انتي فرضكي توكدين عباده يديكري اسي فديا فرضكي كلا كوسغايا بل فيريا رسول الله سبحانه وتعالى بعضهم وكو سبسان استحباب الاستغفار استغفار تس وناجيده يا سنن نمد يا والاستكثار بين ان لباديو استغفار سيجارة إن لبديه وح الوهله الدنيا خالية وناجل الوهله يهدي النبي عليه السلام حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد بن درهم عن ثابت بن أسلم بن البناني عن أبي بردة بن عبد الله عن الغر المزري وقال له صحبة سحابي وهاي أن الرسول الله النبي عليه السلام قال وحير إنه شانية لا يغانو وحال الضبولة على قلبي قلبي جيجا يغان على قلبي حقوق فلاة هل معنى أو بشر كي ابن آدم كورن بكون هذا بشرية ده أم بشر كهيد رتد أي حوا مرق قار نسيان يا هلمان مشغول أن كم مشغول حوا وذكره أي قلبك يا حوا أن كذا لي مع فطور يدل يدنشات كيس إنه هين هين سنين وحلا يرد وريبه وإجر نقام بق قف عباده يضع على ذكره بدن وحير هذا كم غناه ورقي والبهار عجز يسيبه نقرية سيبه نقرية ولذلك شغل الإسلام التيمي وعالي الإسلام سحبك تقول قرحة أوزة بيجرت وحولي جر هذا قوت يومي ما أنت انتظر إلي ويا انتظر ما أنت عنوني لهو تازوليش هذان كتغو انهار جسدي شركة رمى باباية إنه لا يغان على قلبي قلبي يا حقوق فلاية الهلمانة إيا الفطور يدالا كلعي وإني أنه دينا لا أستغفر الله أيضا استغفار ويدي استغفر اليوم ما أنت مئة مرة بقل جن حقوق النبي وكم مشغول أمورها دولة يا أمورها مجتمع يا جهاتك يا دياريتيسة يا صحابة ديسة أمورها أوله صحابة ديسة وكل عجيره danaha caamka ayuu wuxuu isku arkay dhigrigii inuu maanta ka mashquulay xisbigiisa ka yar mashquulay markaas sida asagoo dambaabay yuu boqol jeer astaghfirullah 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 boqol jeer raaya sallallahu alayhi wasallam wax dambi oo ka dhacay ma jirta alayhi salaam ee naftiisii wuxuu uga waasa hakadka ah hakadka yaray galay ayuu nabiga alayhi salaatu wasallam ku aranaanaya حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمر بن مرة عن أبي بردة قال سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي وكم ذا يحدث ابن عمر عبد الله بن عمر بو الرمي قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الأغر المغلي ويحدث ابن عمر قال وقال الرسول الله النبي عليه السلام وحير يا أيها الناس ضلوا توبوا إلى الله إليه أطوبت كيرا فإني أنهم أتوب وأن طابت كنا وأن نقضى إلهي في اليوم ما لنتي إليه إلى الله وأن الله تمئة مرة بقول جاره وأكما والرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله ذنبه ما تقدم منه ما تأخر ذنبه سوري أكيد ما والله نافي معصوم كإلهي كدق إلى لي يا وحلي ما لنتي بقول جار ما إلهي أطابت كنا أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن مثنى حدثنا ابو داود عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبه في هذا الاسناد قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد يعني من سليمان بن حيان الاحمر حو حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم حدثنا ابو سعيد الاشج عبد الله بن سعيد الاشج حدثنا حفص يعني من غياث كلهم نمانتوت يعني من غياث كلهم عن هشام كوريا حو حدثنا ابو خيثمه زهير بن حرب ولفظ له حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عريه بن مقسم
عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحيري من تاب قف كي توبت كينا من تاب قف كي توبت كينا قبل أن تضلع الشمس قرحة أنت نكسوا بحيد من مغربة ما يشعر دعضي وركوا إزبدل إدارة كون كان إزبدل با كل إدارة أود إلهي مشريق قرحة كين الجيري مغرب بك كينا يعني. من تاب هذا بقف كي توبت كينا كجرسية قبل أن تضلع الشمس أنت نكسوا بحيد من مغربها ما يشعر دعضو تاب الله عليه الله وكتب بلايا مدد توبته حد وقت يدوي وحال لميدا قرقرستي انت ادونك اسكت سنيا قرخدي عاد او سوتو وحا با كسو كاي سكراتي سكرات هدو قف قفتو نفته هلكا اسكو وي ماتو او قرعو بالله ايدا رحمه لا ييري ماي توبت انت كهرسه فرصه و بنانتهي ليلا ونهارا ان لا توبت كيرو لا استغفار سدو لا عبادايسو لا دعايسنا ارين سهل ويان انه لا يسير على من يسره الله وما وفقه الله قف الله وافجه سبحانه وتعالى ارين سهل انه فضود وي إلهي أنا وافجه سبحانه وتعالى وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.